مسالي سهرت عليا ليالي كبرت وربات راجل يوم هذا حالي حتى لو كان ماكش معايا تقعد يمي ما ديما في بالي ما غير ما خمم فيك النوم ما يا حلالي سامحني يا لومي ما كان حيرتك عليا ما سمعت كلامك يا غالية هذا المكتوب ليا خبرة تجربة الدنيا هي اللي حلت لي عيني طولت راجل ان متراجل هذا عندي اش زرعت فيا عمري ما ننسى تعبك وسهريات جهدك اللي مشى في الخياطة على الماكينات باش ما ينقص حتى شيك يقول لك يما كتاب همك الوحيد تربي راجع في البلاد نكتب في جواب اليوم باش يدق الباب يحكي لك حال وليدك حمد الله حقر الكلاب سكر الفم وقف الكلام صنع الفلوس باش نعيشك يا غالية في الذهب بين الحساد يمي ما تيقدش السادة تدموع من عين عن خدين يمي ما تي وبلاش حساد يا بالفم يضحك براني والكلب حسين لا بيكم براني عايش بلاش حباب براني هي 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 بل من مطالب رضاية الوالدين براني هي 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 ظالمكم وان شاء الله تكونوا مسامحين عمري ما نتصور انسى في هالدنيا عظم انسان رجل مفقود اليوم عاش يعاني فهم الزمان عاش وباش يعيش عالفرحة اللي في قلبي راضي وما يشكيش همه الوحيد هو مستقبلي يابا دنيا غلابة الله غالبة حبيت نكون في كتافك واقف ضد الوقت الصعيب انتي ربيت بنيت رجال عنيت ولدك اللي كبرت ما قعدش واقف تحت الحيط اخترت نكون كبير خذيت منك الكثير رجال وقت تالي نرجع شوية من اللي خذيت نعطيك العين بقي مسالة ربي قدرني في هالدنيا نعطيك راحة البال سمحني يا بكانة سكرت الباب في وجهك كيلو متحكيت نصح تربيتي هي قصدك انت رأس المال ربي خليك ليا بوهرتك وكلامك وحسك في هالدنيا يمي ما تيقدش السادة تدموع من عين عن خدين يمي ما تي وبلاش حساد يا بالفم يضحك براني والكلب حسين لا بيكم براني عايش بلاش حباب براني هي 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 بل من مطالب رضاية الوالدين براني هي 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 ظالمكم وان شاء الله تكونوا مسامحين